أحباب رسول الله. بعدما حفر المسلمون الخندق حول المدينة، وقف رجل من المشركين يسمى عمرو بن عبد ود، عبر الخندق بفرسه ونادى بأعلى صوته: يا محمد يا محمد، تزعم أن قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، فلقد اشتقت لدخول النار، أليس فيكم أحد اشتاق إلى دخول الجنة فيبارزه؟ فقام الإمام علي بن أبي طالب فقال النبي: اجلس يا علي. فقال: يا رسول الله، لا تحرمني من هذا اللقاء. فقال النبي في المرة الثانية: اجلس يا علي. فقال: يا رسول الله، استحلفك بالله أن تتركني لهذا اللقاء. فقام النبي وألبس عمامته الشريفة علي، وخلع سيفه وأعطاه علي، وقال: يا رب، لقد أخذت حمزة يوم أحد، فلا تأخذ عليا هذا اليوم. وعمر بن عبد ود كان حديد القلب، حديد الوجه، حديد اللسان، وكان قاسيا، ولو قصمت قسوته على أهل الأرض فما كان عند واحد منهم سبيلا إلى الرحم. فذهب الإمام علي ووقف أمام الرجل فقال له: من أنت؟ فقال: أنا علي بن عم رسول الله. فقال له: يا علي، هل استصغروك فأرسلوك؟ قال: بل أرسلوني لأني أقلهم شأنا. فقال له الرجل: يا علي، لقد كان أبوك صديقي، ولا أريد أن أقتلك حتى لا أفجع أباك فيك. فقال الإمام علي: ولكني أريد أن أقتلك حتى أفجع أباك فيك. فقال له علي: ولا أقاتلك حتى أعرض عليك ثلاث كلمات: أما الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فقال الرجل: ولا أقولها ولو كان وجهي في قاع جهنم. أما الثانية أن ترجع ولا تحارب رسول الله. فقال الرجل: ولا أفعل ذلك ولو فعلت. قال الناس: ضحك عليه غلام صغير. أما الثالثة أن تحاربني وأنت راكب على فرسك، وأحاربك وأنا واقف على الأرض. وبدأت المبارزة، وبارز كل منهما الآخر، فسمع المسلمون صيحة قوية فخرجوا ينظرون، فإذا برأس عدو الله على سيف سيدنا رسول الله. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على أستاذ الوجود ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.